السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض سلسلة حل امتحانات المحافظات على منهج الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023، وبنكمل مع بعض محافظة القاهرة صفحة 53 53. هسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو قائمة تشغيل فيها سلسلة حل امتحانات المحافظات، وكمان قائمة تشغيل فيها حل كتاب المعاصر بالتفصيل وأسباب اختيار الإجابات وحل أسئلة المتفوقين. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وإن شاء الله هننزل مراجعة المعاصر النهائية الأسبوع القادم. السؤال الأول: Finish the following dialogue، يعني اكمل المحادثة الآتية. Two students are talking about their role model، يعني في طالبين بيتكلموا عن ايه؟ قدوتهم. هنا وسها، البنتين دول هنا بتقول لها Can I ask you a question؟ ممكن اسألك سؤال؟ قالت لها إجابة، قالت لها سؤال، قالت لها My mother is my role model، يعني أمي قدوتي. قالت لها سؤال، قالت لها My mother does great efforts to help me and my family، بتعمل مجهودات عظيمة عشان تساعدني أنا وعيلتي. قالت لها How do you feel towards her؟ كيف تشعري تجاهها؟ قالت لها إجابة، لا I always feel proud of my parents، أنا دايما فخورة بوالدي. يبقى نرجع Can I ask you a question؟ Yes of course، أو Yes you can، Yes of course. سؤال إجابته My mother is my role model، يبقى who is your role model؟ من قدوتك؟ أمي. تلاقي سؤال، تلاقي My mother does great efforts، بتعمل مجهودات عظيمة، يبقى What does your mother do؟ بتعمل إيه أمك؟ أو ليه اخترتيها؟ دي صح، دي صح. What does your mother do؟ تعمل مجهودات عظيمة عشان تساعدني أنا وعيلتي. How do you feel towards her؟ هتلاقي إجابة، هتلاقي I always feel proud of my parents، هتقول I feel proud of her، أنا فخورة بيها. لا أنا دايما فخورة بوالدي. قلت لها you are right، أو I agree with you، أتفق معك. يبقى المحادثة لازم نقراها مرة واتنين، نعرف الفكرة ونبدأ نجاوب، نعرف ازاي بنجاوب على السؤال وبازاي بنكون السؤال، وهننزل فيديو إن شاء الله شرح المحادثة قريبا. السؤال التاني: read and complete، يعني اقرأ واكمل the text، النص with words from the following list، بالكلمات اللي من القائمة. هنا flight بمعنى رحلة جوية، peaceful بمعنى هادئ، when عندما، journey رحلة طويلة، while بينما، railway سكة حديد. هنا بيقول Egypt has the oldest أكيد railway، مصر عندها أقدم سكة حديد، in Africa في قارة أفريقيا، I like traveling by train، بحب السفر بالقطار، because it is very interesting، لأنه من الشيق جدا to look out of the window، إن أنت تبص من الشباك. I take the train، أنا باخد القطر، not I want to visit my grandfather، يبقى وين؟ عندما أريد أن أزور جدي. In Upper Egypt في صعيد مصر، in the نقط you can see Ferris، يبقى مثلا in the journey في الرحلة، بتشوف الفيرز المعديات crossing the Nile بتعبر النيل، green valleys الأودية الخضراء، not villages أكيد will best for villages، والقرى الهادئة. الموضوع سهل وبسيط، أكون حافظ كلمات وأقرأ قطعة مرة واتنين وأبدأ أحل وأركز. السؤال التالت: قطع عليها مجموعة من الأسئلة، read the following text then answer the questions. Last birthday، العيد ميلاد اللي فات، I decided to celebrate، قررت أن أحتفل it by inviting، عن طريق دعوة some friends، بعض الأصدقاء، out to supper، في الخارج إلى عشاء خفيف. I chose a restaurant، أنا اخترت مطعم، because the food there، لأن الطعام هناك is good، جيد، and the waiters، والجرسونات are friendly، ودودين جدا. It is hardly crowded، يعني بالكاد بيكون مزدحم، يعني مش على طول ايه مزدحم، because few people، لان القليل من الناس know about it، بيعرفوا او يعرفوا عنه، so it isn't necessary
تو بوك اتيبل زير، يعني ليس من الضروري ان انت تحجز. هنا بوك جايه فيرب بمعنى يحجز، تحجز ترابيزه هناك. When we entered the restaurant، عندما دخلنا المطعم، I was surprised، انا كنت مندهش. To find it completely full، ان انا الاقيه ممتلئ على اخره، اول مره تحصل. One of the waiters recognized me، واحد من الجرسونات تعرف عليا. And explained that، وشرح لي. A party of tourists، ان في مجموعه من السياح. Came in about half an hour، جم من نص ساعه. انا ورا جو. And pointed to a corner table، وشاوروا ايه على ترابيزه كبيره جدا. فين؟ في الكورنر، في الركن هنا. As the people there were about to leave، والناس هنا على وشك ان هم يمشوا. 15 minutes later، بعد 15 دقيقه. The people at the table، الناس اللي على الترابيزه دي، بدن ليفت، اللي في الكورنر اللي شاور لي عليها، دفعوا ومشوا. Unfortunately، لسوء الحظ، all the waiters were busy، كل الجرسونات كانوا مشغولين جدا. With the party of tourists، مع مجموعه السياح. They ordered enormous quantities of food، زي دي عايدة على السياح، هم طلبوا كميات ضخمة من الطعام. Nearly an hour later، تقريبا بعد ساعة. Tourists were finishing their meal and left، خلص السياح وجبتهم ومشوا. The waiter came to our table، الجرسون جه لترابيزتنا. And we asked for some dishes، وطلبنا ايه بعض الأطباق. A few minutes later، بعد دقائق قليلة. He came back، رجع. And informed us، وأخبرنا. That there was no meat or fish left، لا في لحمة ولا في سمك. يبقى السياح أكلوا اللحمة، أكلوا إيه؟ السمك. حظهم طبعا كان وحش جدا. السؤال الأول، choose the correct answer from A B C O D، اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. بيقول إيه؟ the main idea، يعني الفكرة الرئيسية. of the passage، للقطعة. يستكون هل my friends، أصدقائي، ولا the best dishes، أفضل أطباق، ولا the waiter، الجرسون، ولا celebrating my birthday، أعتقد دي أفضل، عشان في البداية إن هو إيه في العيد الميلاد اللي فات وبدأ يتكلم عن كل حاجة. زي عايد على إيه؟ أنا قلت هم طلبوا كميات ضخمة، يبقى tourists، السياح. The writer and his friends، يعني الكاتب وأصدقائه. waited for about، انتظروا حوالي قد إيه؟ minutes to sit at the corner table، عشان يقعدوا في الترابيزة اللي في الركن. هو في القطعة قال لي ان في مجموعة من الاشخاص جم من نص ساعة، هم قاعدين بقى لهم نص ساعة بس، هم على وشك يمشوا. بس قال لي 15 minutes later، بعد 15 دقيقة. يبقى استنوا قد ايه؟ 15 minutes later، مش هحسب النص ساعة اللي كان قاعدها الاشخاص دول، هحسب ان هو بعد فترة قصيرة هيمشوا، هم قعدوا قد ايه؟ 15 دقيقة. السؤال الثاني من اسئلة القطعة، answer the following questions، اجب على الاسئلة الاتية. Explain why the writer didn't book a table in the restaurant، يعني اشرح ليه الكاتب ما حجزش ترابيزه في المطعم. Give a reason، يعني ادي ايه سبب. هو الكاتب قال في القطعه because few people، لان القليل من الاشخاص know about it، يعرف عنه، يعني المطعم ما كانش معروف، فمش محتاجين نحجز ايه ترابيزة. Infer why the waiter didn't come back to the writer's table for nearly an hour، ليه الجرسون ما جاش او ما رجعش لترابيزة الكاتب لمدة ساعة. Because he was very busy، مشغول. With the tourists، مثلا مع السياح. Do you think، هل تعتقد، the writer and his friends، هل الكاتب واصدقائه enjoyed their time، تمتعوا بوقتهم؟ طبعا no، I don't think so، طبعا ما تمتعوش. طب لما ليه؟ because the restaurant was crowded، لأن المطعم كان مزدحم. and هم رايحين ياكلوا ما كلوش اللي هم عايزينه. they didn't have their meal، ما كلوش وجبتهم اللي كانوا ايه هيعزمها عليهم الكاتب. choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه من الاربع اختيارات. my country has a lot of attractive places، يعني دولتي فيها اماكن جذابه. the word attractive معناها طبعا beautiful،
جذاب يعني جميل. زنقت جاردن از ا بليس وير يو كان سي تريز، بترى اشجار، اند اذر انترستنج بلانتس، ونباتات شيقه. يبقى بوتانيكال على طول، الحديقه النباتيه. تو جيف ذا اوبوزيت اوف ذا وورد بوسيبل، عكس بوسيبل امبوسيبل، بوسيبل ممكن وامبوسيبل مستحيل. يو ماست تيل يور بيرنتس، يجب ان تخبر والديك، اور تيتشرز او مدرسينك، اف سام وان ترايز تو نوت يو اونلاين. يبقى اكيد سايبر بولي، لو حد عايز يتنمر عليك على الانترنت قول لوالدك او المدرس. ماي ماذر يوزز ذا نوت تو كوك ثينجز كويكلي، تستخدم ايه عشان تطبخ بسرعه؟ المايكرويف. We can get the noun of the word kind to be kindness. السفكس اللي بحطه ness. السؤال الخامس. Complete the sentences، يعني أكمل الجمل. With the correct form، بالصيغة الصحيحة للكلمات اللي من أقواس. بيقول لي the film finished yet. طبعا ده مضارع تام منفي، يبقى hasn't finished yet. Hasn't finished yet. مخلص. It ends at 9 o'clock. بيخلص الساعة كام؟ 9. Bicycles are not expensive than cars. دي مقارنة بالاثنين. الدراجات هل هي أكثر سعرا من العربيات ولا أقل؟ تبقى less expensive. لو كان أكتر أو كان بدأ لي بالدراجات كنا هنحط إيه؟ more expensive، لكن هنا لسه عشان الدراجات أقل سعرا. Our football team wins the last match، يبقى won، ده ماضي بسيط، فاز بالمباراة السابقة. I have lived in this house، أنا عشت في البيت ده، since I was born، منذ إيه؟ ميلادي. It was very windy، الجو كان عاصف. So planes، ولذلك الطائرة. تلاحظ حاجة إن ده ماضي، فـ able to be قبلها was aware، طب أنا هنا النفي، يبقى أحط was aware، طب هنا جمع، تبقى were not، aren't able. يبقى able to بمعنى قادر على بيجي قبلها verb to be. أما with or في المضارع، was aware في الماضي، هنا عشان ماضي بحط was aware، بس الطائرات جمع حطينا were، وعشان ننفي حطينا weren't، حطينا إيه؟ weren't. السؤال السادس والأخير، اكتب 110 كلمة عن مقال عن التسوق عبر الإنترنت. لازم نكتب العنوان في نص السطر من علامات التنصيص، أسيب مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة فلو ستوب. إن شاء الله ننزل فيديو شرح الباراجراف وأهم باراجرافات الصف الثالث الإعدادي بالتفصيل، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.